وعلى المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. دكتور كريم، على مدار السنوات الماضية القيادة السياسية جعلت أولوية كبيرة لملف الأيدي العاملة، إلى أي مدى ترى أن الدولة استطاعت النهوض بمعيشتهم ودعم تلك الفئة؟ يعني طبعا دعونا نتفق على أن البطالة كانت دائما وأبدا إحدى القضايا الرئيسية والمهمة لي، ليس فقط في الدولة المصرية ولكن حتى في كل دول العالم. يعتبر معدل البطالة أو مؤشر الأيدي العاملة ده من المؤشرات طبعا اللي تدل على مدى هل الدولة تنمو وتزدهر وأنشطتها الاقتصادية تتوسع وتتنوع أم لا. طبعا احنا ما نقدرش ننكر طبعا إن كان في السنوات السابقة كان في انخفاض كبير في معدل البطالة، كان أيضا حتى يعني كان الجديد والملفت للنظر ان يعني كانت هذا التنوع الكبير الذي حدث في الايدي العامله لدى الدوله المصريه والاهتمام بالعماله، وكان ايضا حتى يعني كان التوجه الى القطاعات الاقتصاديه الجديده والتنوع في الاقتصاد وخلق يعني وظائف جديده في قطاعات اقتصاديه يعني لم تكن موجوده او لم نعهدها في الاقتصاد المصري، مثلا زي توفر نحو الطاقه الجديده والمتجدده وتلك الانشطه الجديده المرتبطه بالتكنولوجيا والتطور والاتجاه العالمي. ايضا نحن شهدنا حتى يمكن حسب التوسع في المزارع السمكيه وتوفير فرص عمل للشباب الذين يعني يمكن كانوا يعني بيسعون بكل الطرق الممكنه ان هم يهاجروا الى الدول الاخرى، فكانت مزارع الغليون في فضل وفي المنطقه الاقتصاديه قناه السويس كل دي نقدر نقول عليها كانت توفير فرص عمل للشباب علشان يعني يعمل ويجتهد ويحصل على فرصه عمل ويحصل على دخل مناسب لحياته. يمكن ايضا كان الاهتمام بالعماله ظهر وتجلى ايام ازمه كورونا في عام 2020، وكان الاهتمام بالعماله الغير منتظمه واعطائهم يعني دفعات مقارب من الخمس دفعات على حتى تعينهم على ظروف المعيشه الصعبه انذاك. يعني نقدر نقول ان كان الاهتمام بالعماله وتوفير فرص عمل ده كان يمكن ياتي على اولويات الدوله المصريه في الفتره الحاليه، وده طبعا العكس اللي احنا شفنا ان يمكن كان معدل البطاله انخفض عن لادناه منذ اكثر من 10 سنوات في عام 2021. طيب، انخفاض معدلات البطالة إلى أي مدى ساهم في العدد الكبير من المشروعات القومية؟ يعني دكتور كريم ذكرت مزارع غليون كواحدة من الأمثلة، هناك أيضا العديد من المشروعات التي ساهمت في خفض معدلات البطالة. طبعا اكيد وبالفعل يعني وبكل تاكيد طبعا كانت المشاريع القوميه العملاقه بشكل او باخر ساهمت في خفض معدلات البطاله وايضا ساهمت في رفع معدل النمو، لا احد ابدا ان ينكر ذلك. كمان انا كان بالاضافه لان كان التوسع حتى في الرقعه الزراعيه والتوسع في الصناعه وهذا الكم الكبير من المجمعات الصناعيه اللي كانت مجمعات الصناعيه طبعا اللي كان بيتم افتتاحها من وقت لاخر، مجمعات الرخام والاسمنت والبتروكيماويات وخلافه، كل دي طبعا كانت بتساهم في توفير فرص عمل. ايضا يمكن كانت نقدر نقول ان يعني استقرار مصر سياسيا واقتصاديا في السنوات السابقه فتحت المجال على مصراعي نقدر نقول لانشاء مدن صناعيه جديده في مصر اجنبيه، يعني كنتاج مباشر للاستثمارات الاجنبيه زي المدينه الصناعيه الصينيه والروسيه، ودي تلك استثمارات جديده طبعا اكيد بالفعل بتوفر فرص عمل للشباب، وايضا يعني لم نعهد هذا النوع من الاستثمارات قبل ذلك داخل الدوله المصريه. يعني طبعا نقدر نقول ان الهدف الاساسي للنشاط الاقتصادي او للاهتمام بالبنيه التحتيه ان احنا نوفر فرص عمل وننتج مزيدا من السلع والمنتجات اللي بيحتاجها الشارع ويحتاجها المواطن ويحتاجها الدوله. نعم، اشكرك جزيلا دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد الدولي.